السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟ ممكن إن شاء الله والمستعان والله. بالنسبة لبطاقة التأمين. بالنسبة لإيه؟ لبطاقة التأمين. بطاقة التموين ما شأنها؟ لو مثلا احنا مثلا لينا 20 رغيف عيش مثلا. ها؟ لو لينا 20 رغيف عيش. لو لكم 20 رغيف من العيش، ها؟ وصرفنا 10 ارغفة مثلا منها. صرفت 10؟ اه. وبعدين؟ دلوقتي الدولة بتحاسب صاحب المخبز على 10 ترغفة اللي هو صرفهم. على مثلا على 20 خلينا في معاملتك انت مع صاحب المخبز. انت لك 20 صرفت 10 وبعدين 10 الثانيين ماذا ستفعل فيه مع صاحب المخبز؟ تمام. ال 10 الثانيين دلوقتي هو دلوقتي بياخدهم على ايه؟ على الدوله بتحاسبني انا على 10 اللي انا ما صرفتهمش. يا حبيبي انت خباز او مستهلك؟ ايه؟ انت خباز او مواطن بتاخذ؟ مواطن. انت مواطن لك 20 رغيف، ماذا صنعت مع صاحب المخبز انت؟ دلوقتي اللي هي ال 10 ارغفه اللي انا ما صرفتهمش. يعني انت اخذت 10 ارغفه باقي لك 10 وبعد ذلك ال 10 اللي انا ما صرفتهمش دول. ايوه. دلوقتي الدوله بتحاسبني. مالكش دخل بالدوله انت يا اخي، افهم كلامي. انت مالك دخل بالدوله، انا بكلمك الان ماذا تصنع مع صاحب المخبز؟ قلت تاخد 10 ارغفة، العشرة الأخرى ماذا يصنع فيها؟ هو دلوقتي بيحاسبني عليهم بفلوس، يعني بيديهم لي فلوس. يعني بيديهم لك فلوس، برضاك أو بغير رضاك؟ برضاي أنا. خلاص ما عليكش مشكلة وسلامتك، السلام عليكم. يعني واحد صاحب مخبز يفترض يوزع على الناس 20 رغيف، واحد جاء يقوم من الناس قال يا جماعة أنا أريد 10 رغيف وهات لي ثمن الباقي، بس ما فيش مشكلة. يا الله.